متأكدة إنهم كده مش هيعرفوني؟ لا مش هيعرفوك، بس بصراحة شكلك يضحك، مش لايق عليك خالص زي شعب كمت. على فكرة يعني إحنا في زماننا عندنا نفس الزي. أي نعم بقينا بنلبسه وإحنا بنشجع كورة وفي الأفلام القديمة وبس، لكن موجود. كورة؟ يعني إيه كورة؟ إيه كورة وإيه أفلام اللي أنت بتقولهم دول؟ هي القعدة جوه التابوت جننتك؟ تصدقي ممكن؟ وبعدين أنا لو اتجننت مش هتبقى القعدة جوه التابوت هي السبب. أنا اليومين اللي فاتوا دول حصل لي حاجات تخلي أي حد في منتهى العقل يبقى مجنون. وبعدين هتفرق إيه؟ مجنون ولا عاقل؟ المهم دلوقتي محدش يعرفني. أحسن جنود الملكة إيديهم تقيلة قوي. مريت، دول علشانك يا مولاتي. بعض الأشياء المحملة بها السفينة. رائع، عظيم. بعض البخور وبذور النباتات اللي مش موجودة في كيمت يا مولاتي. ها، وقدرتوا تجيبوا ايه تاني؟ العاج وأفضل أنواع الجلود والأخشاب، وهدية من ملك بلاد بونت لملكة كيمت، عدد من فصائل الحيوانات المفترسة اللي مش موجودة في بلادنا. عظيم جداً.